بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد، أهلا بحضراتكم في سلسلة جديدة من سلاسل التدريب والتعليم على بعض برامج العروض. برنامج النهاردة والموقع هو برنامج بريزي، هناك شروحات كثيرة على الانترنت والحقيقة كلها ممتازة واكثر من ممتازة. السلسلة دي انا واخدها خطوة خطوة بحيث ان بنتعلم مهارة في كل فيديو، وارجو ان يكون فيها فايدة ان شاء الله ومتعة باذن الله. ونبدأ مع بعض الفيديوهات، واتمنى لكم التوفيق والسعادة باذن الله. شكرا جزيلا، نبدأ مع بعض الفيديوهات. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تعلم وتدريب على موقع وبرنامج بريزي. النهارده بناخد امر جديد من اوامر قائمه انسرت او ادراج، وبنشوف ازاي نحط فيديو او ندرج فيديو داخل البريزي. بفتح انسرت وبروح في المكان اللي انا حاطط فيه الفيديو بتاعي، وابتدي اضغط الفيديو ده واقول اوبن او ضغطتين عليه مره واحده، بيبتدي يتحمل البريزي. زي ما هنا واضح ان هو الاكستنشن بتاعه MP4. طبعا الوقت بتاع التحميل بيتوقف على حجم الملف وسرعة الانترنت. طيب حقيقة بأذكر بس هنا حاجة، انا طبعا انا اختصرت اختصارا الوقت اثناء البريك، حطيت حشيل ده، حطيت اربع انواع من الفيديوهات. ايه اربع انواع من الفيديوهات؟ هو نفس الفيديو هو هو، ولكن حولته بصيغ مختلفة، يعني مرة MP4، مرة AVI، مرة SWF اللي هو الفلاش، مرة الى اخره، يعني انواع مختلفة. ليه؟ عشان هوري حضراتكم دلوقتي كده مثلا، اهو انا هقرب على الفيديو، لما اقرب عليه ما اضغطش لغاية لما اقف عند زر بلاي، اهو بالشكل ده، اهو بلاقي الفيديو شغال، اهو بلاقي الفيديو شغال. يبقى خلاص اتأكدت ان هو شغال. هبص ان هو شغال بس لا، الحقيقة ابص كمان على الريزوليوشن، لما اقرب كده الكلام والكتابة واضحة ولا لا التفاصيل، عشان لو قربت الفيديو يبقى ده واحد شغال، والريزوليوشن يعني لما قربت قوي كان يعني ها. طيب نشوف التاني اهو، ده من الاول خالص، من قبل ما شغال والريزوليوشن بتاعه وحش جدا، يعني دقة الفيلم مش حلوة، لكن شغال. شغال اهو، شغال، لكن لما قرب مش شاف حاجة خالص، يبقى اذا الدقة دي مش حلوة قوي. طيب نيجي للي بعد كده اهو، ده انا اسف نقلته كله. ده ما شاء الله، بصوا الدقة بتاعته عاملة ازاي. اضغط بلاي والاقي ان هو شغال اهو بالشكل ده، اهو شغال، يبقى شغال ودقته كويسة. نيجي للاخير ده، اروح كده ما الاقيش فيه زرار اساسا، يعني مش شغال، يبقى اساسا ده مش فيديو. عرفت منين؟ لو وقفت عنده كده وعملت رايت كليك هلاقي كلمه ريبليس ايمج، يعني تبديل الصوره. يبقى اذا الفورمات او نوع الفيديو ده ما يشتغلش مع البريزي، وبالتالي خده كصوره بس، يبقى ده مش محتاجينه، يبقى ممكن احذفه طبعا. خلاص طيب، يبقى اذا افضل واحد هو ده. طب انا عرفت بقى الحكايه دي منين؟ ده يتطلب من حضرتك او من حضرتك انك تفتح بريزي فاضي، تعملش في اي حاجه خالص، او مشروع انت فاتحه جاهز، وتبتدي تقول ايه انسرت. قبل ما تعمل الحكايه دي تبقى حضرتك مجهز فيديو صغير ولو دقيقه واحده، سواء واخده من على النت حضرتك مسجله ايا كان، مدته دقيقه واحده بس عشان ما يبقاش طويل، ولو اقصر من كده ما فيش مشكله يعني. خلاص بس المهم يبقى في حاجه فيها كتابه او حاجه عشان تشوف الريزوليوشن بتاعه، وتقوم جاي محوله لاكثر من فورمات ان شاء الله، حتى لو هتعمل داونلود من اليوتيوب وتنزله باكثر من فورمات. المهم يبقى عندك اكثر من فورمات، وتبتدي تعمل انسرت، وتقوم جاي انت عامل الدوائر او المستطيلات دي بتاعتك، وحضرتك عاطيها ارقام، ده رقم 4 مثلا هنا، ده رقم 7 ده كده، تحط في رقم 4 وتكتب جنب حضرتك كده ان رقم 4 ده كان فيه الفيديو اللي هو MP4، رقم 3 اللي هو الفيديو اللي هو AVI، رقم 4 كذا. المهم تبقى كاتب عارف كل دايره من دول او كل فريم او كل منظر من دول النوع اللي موجود جواه ايه، وتبتدي تعرض زي ما احنا عرضنا دلوقتي كده عشان توصل لافضل صيغه بتقدر تحطها وتبقى شغاله كويس، والريزوليوشن بتاعها يكون كويس. يبقى كده احنا عرفنا ازاي نحط فيديو وندرج فيديو داخل البريزي، وعرفنا ازاي بنشغله، وحتى لو حبينا نعرضه اهو بنعرضه بالشكل ده، اقدر اعمل زوم عليه عشان الريزوليوشن بتاعه كويس، اهو بالشكل ده، واقدر اشغله من هنا اهو، يبقى اقدر اهو
بصوا حتى المنيو او القائمه شغاله واضحه ازاي. ده مهم جدا. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان عرض البريس ده ساعات ممكن يوفر عليك انت وقت وكلام. فلنفرض ان حضرتك مثلا ممكن تبقى من النوع اللي مثلا بيخجل ان هو في الكلام او قدام الناس او بيخشى ان هو ينسى او مش عايز يقرا من ورقه، يعمل ايه؟ يعمل حاجه زي كده، بيعمل فيديو صغير بيعرض فيه كلمتين او حاجه بيكون هو قايلهم في البيت مسجلهم، فبيبقى قاعد براحته فبيتكلم بطلاقه وبراحته بيتكلم ومش متوتر ومفيش اي حاجه خالص، حتى بيدي لنفسه ان هو ياخد نفسه دقيقتين او نص دقيقه في العرض قدام الناس، فبيجي يعرض الفيديو ومعلي الصوت، فالناس بتسمع الفيديو بتاعه اللي هو بصوته كانه هو اللي بيشرح، فما فيش حاجه غريبه، وفي نفس الوقت مستمتعين مستغربين في فيديو اهو شغال بالشكل ده، وطبعا بيبقوا شايفين كانه هو بيعرض عليهم. ميزه الطريقه دي ان لو حضرتك او حضرتك بنعمل عرض، يعني مثلا البريز ده مشروح من على الانترنت، يعني انا شغال والانترنت شغال، فلنفرض وانا بشرح كده الانترنت حصل فيه مشكله او الكمبيوتر، لو انا شغال على الهواء في قلب العرض بتاعي قدام الناس او في المحاضره وبشرح لهم البرنامج ده اثناء ورشه عمل، ودي حصلت معايا الحقيقه مرتين، الاقي الانترنت بقى بطيء مش قادر اكمل العرض و الى اخره، فبعمل ايه؟ اقوم جاي مجهز كل العرض بتاعي بالشكل ده كده حتت صغيره، يعني مثلا بتكلم عن موضوع معين اعمله فيديو صغير كده، موضوع تاني اقوم جاي اعمله فيديو تاني صغير وهكذا. لو الظروف شغاله وانا بشرح كويس وكله تمام اوكي، اديني انا بشرح، حصل حاجه في الانترنت او في مشكله او ما شابه او التحميل بطيء او السرعه بطيئه، ما كده وقت العرض هيزيد والناس هتمل، اقوم جاي على طول مشغل الفيديو اللي بصوتي في اثناء المحاضره او اثناء العرض، يبقى انا كده كسبت وقت. خصوصا لو المحاضره كمان لو كان مثلا مدتها كبيره وعايز اريح اخد دقيقتين ولا حاجه زي كده، ابص في النقطه اللي بعدها يعني كده، فيبقى كده ويبقى نوع من التغيير، بدل ما الحضور او الناس الموجودين عمالين يسمعوني وبس، لا بعدين بيتفرجوا على فيديو صحيح بصوتي بس هو اسمه فيديو والمؤشر شغال وكده، فبالتالي يبقى الامور سهله وتبقى الامور واضحه. كده احنا شفنا ازاي بنحط الفيديو وازاي بنتعامل معاه والملاحظات اللي احنا خدناها على الفيديو. شكرا لحسن استماعكم، ونلتقي في فيديو قادم على خير. أترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.